حذرت مصر في بيان من مخاطر وخيمه لتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في اعقاب سلسله من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينيه، ودعت مصر الى ممارسه اقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر محذره من تداعيات خطيره نتيجه تصاعد حده العنف، الامر الذي من شانه ان يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئه. كما دعت مصر الاطراف الفاعله دوليا والمنخرطه في دعم جهود استئناف عمليه السلام الى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وحث اسرائيل على وقف الاعتداءات والاعمال الاستفزازيه ضد الشعب الفلسطيني وكذلك الالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدوله القائمه بالاحتلال